الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قبل ما نبدأ الفيديو، أنا عاوزة أشكر كل الناس الجميلة الكتير قوي قوي اللي بعتولي كومنتس حلوة قوي قوي قوي. أسعدتوني، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. شكرا، وربنا يبارك فيكم يا رب كلكم. النهاردة هنتكلم عن الأكل السريع. لو انا مثلا عامله اكل سندوتشات الولاد اللي بيروحوا بيها المدرسه، او اللي احنا بناخدها اي حاجه سريعه كده، وانا مش حاسه ان هي عندها قيمه غذائيه، ازاي احول اي حاجه بسيطه، يعني حتى سندوتش جبنه، احوله لاكل عنده قيمه غذائيه، بيغذي دماغنا، بيغذي قلبنا، بيعمل لنا كلينس، بينظف الدم، الكبد، كل حاجه، وبيدينا طاقه، وبيدينا فيتامينات وانزيمات. اول حاجه مبدئيا كده، ان انا لما اعمل اي ساندويتش بسيط عادي لازم احط عليه حاجه خضراء مش مطبوخه، فريش. الحاجات الخضراء اللي مش مطبوخه بتساعد ان الاكل يتهضم، دي اول حاجه، بلس ان هي فيها حاجات مش موجوده في الاكل المطبوخ. يعني اي حاجه اتطبخت خلاص مات فيها حاجات كتيره قوي، بس يعني خلاص عاوزينها. جبن فيها مثلا كالسيوم، بس مش هنلاقي فيها الفيتامينز اللي احنا عاوزينها والانزيمات اللي احنا عاوزينها، unless هي حاجه جود كواليتي قوي. اول حاجه هنتكلم عليها ممكن نضيفها للساندوتشات بتاعتنا اللي هتقلب لنا ميزان الساندوتش، اللي هي السبراوتد سيدز ولا بينز ولا اي حاجه، اللي هي الحبوب المبرعمه او البذور المبرعمه. احنا ممكن نعملها في البيت دي بكل سهولة. يعني الناس اللي هم كتير اشتكوا، ناس قالوا مثلا الاكل كله مرشوش وما عندوش قيمة غذائية والاكل بتاعنا وحش، موضوع المبيدات والرش الاكل ده تقريبا في العالم كله، مش بس في الدول العربية، يعني حتى هنا في امريكا we have this problem، يعني it's everywhere. بصراحة احنا بنتوكل على الله، دي اول حاجة، واللي يقدر يجيب اكل اورجانيك كويس، واللي ما بيقدرش بيحاول يعني يزود القيمة الغذائية للاكل اللي عنده، اللي احنا بنقوله دلوقتي. ازاي بقى اعمل الحاجات المبرعمة الجميلة دي؟ اول حاجة انا هختار السيد اللي هي البذور اللي انا هبرعمها، او البقوليات او اي حاجة، لازم تكون النوعية بتاعتها حلوة، لانها مثلا لو كانت قديمه ما بتنفعش، لو كانت جايه معظم الحاجات المستورده اللي بتكون جايه من بلد تانية بتتعرض لراديشن، بيعرضوها الاشعه عشان يموتوا كل البكتيريا اللي فيها ما تخربش، فبيموتوها هي كمان، ما بتكونش حيه وما بتزرعش معانا، دي حاجة. اور هم اساسا بيعملوا لها عملية عشان يمنعوها انها تنبت، ده للتخزين. فاحنا نجيب، يعني احنا نجرب تقريبا مثلا اللي هي الحاجات اللوكال المنتجة في البلد نفسها بتكون كويسة، يعني جربوا لحد ما توصلوا للحاجات اللي انتوا عاوزينها. ممكن نزرع الحلبة، نزرع العدس، ممكن اللي هو العدس البني، القمح، الشعير، اللهم صل على محمد، السمسم، حاجات كل السيدز ممكن تتزرع. الطريقة بقى ان احنا نزرعها دي، اول حاجة هنجيب السيد اللي انا جايبة مثلا عدس بني وحطيته في مياه من بالليل وبخليه لحد بكرة، بعدين اكب المياه دي واحط له مياه جديدة لحد ما يعمل لي ما يبرعم، يبقى منفوخة كده وطلعت برعم صغير، دي خلاص كده انا اطمنت ان هي حية وحلوة. بكب المياه منها بقى، وبعدين اجيب ورق الكيتشن، الورق المطبخ، بس طبعا حطه في تري كده، في صينيه، مش في طبق صغير، وهصفيه من الميه وهرصه كله على الورق المطبخ او قطن اللي انتوا عاوزينه، وبعدين بحطه في مكان ضلمه واسيبه. هلاقيها بعد فتره، ممكن كل ما تنشف الاقي الورق ناشف دراي كده، بحط له ميه، برش له ميه بس مش كتيره عشان البذور ما تعفنش. بعدين بتبدأ تطلع الروت، وبتبدأ تطلع الورق بتاعها الصغير ده، بطلعها للنور في الفترة دي، هتطلع لي اللون، يتحول اللون الأخضر. الأخضر ده ما بيجيش إلا لو أنا طلعتها في النور. خلاص كده أنا عندي حاجة، يعني بيقولوا عليها هنا it's loaded with vitamin، يعني هي مليانة كل اللي انتوا عايزينه، كل اللي انتوا، حتى مضادات الأكسدة، حتى فيها المواد اللي هي بتدافع عن جسمنا ضد خلايا السرطان، بتنضف الكبد بتاعنا والدم، كل حاجه. فانا لو عملت ساندوتش جبنه عادي بسيط، وانا اساسا مش واثقه فيه، ودي حاجه بسيطه قوي الاكل ده، هحط عليه معاه الورق الاخضر ده،
بلس زيت زيتون، لا طبعا لازم اجيب جود كواليتي زيت زيتون. انا كده حولته لوجبه حلوه قوي ومفيده قوي، مفيده لكل حاجه. هتحسوا بالوقت ان شاء الله لما تعودوا الولاد لفتره طويله على الاكل الكويس، هتحسوا ان هم حتى دماغهم اتغيرت. يعني الاكل الكويس بيفيد الجسم كله كله على بعضه. فزيت زيتون وشويه من ده حلوه قوي. انا دلوقتي عملت، مش ما عنديش حاجه مبرعمه مش جاهزه او ما عملتش، بس احنا لازم نكون دايما مجهزين. يعني هنا لحسن الحظ هم كمان في امريكا بتباعوا جاهزين. اللهم صل على محمد. اجيب الاوريجانو اللي هو الزعتر، الزعتر الفريش الجميل ده، شوفوا يعني حاجه جميله وريحته رائعه. وده كل اللي انتوا عاوزينه برضو موجود فيه. يعني عود واحد من ده بيغنيكم عن كل الاكل اللي انتوا بتاكلوه، من الفيتامينات اللي فيه ومضادات الاكسده والمواد اللي بتقاوم السرطان، كل اللي انتوا عاوزينه موجود في عود واحد. فممكن مع الساندوتش بحط الورق كله بقطعه واطلعه واحطه عليه، او مثلا عملت بيض بعد ما قفلت عليه بحط الورق الاوريجانو. بس لما اشتريه يا اما هجيبه فريش حلو كده، او هجيبه جاف بس اوراق كامله، مش هجيب الباودر اللي هو المطحون ده، لا مش عاوزينه، ده ما عندوش روح ولا ريحه، والزيوت اللي فيه طارت، يعني مش بحسوش حي، ما فيهوش حياه خلاص، كل حاجه راحت منه. وبرضه ممكن اضيف معاه زيت زيتون، يعني عندنا الليمون زيت زيتون، اي اوراق خضرة جميله موجوده، البقدونس حلوه قوي، الكرفس كمان في فصل الشتاء بيتهالي هو كتير دلوقتي، جميل جدا اضيفه على اي ساندويتش. الفلفل الملون مش هو ذات ماتش، لان كل دلوقتي بيقول لك فلفل الوان وفوائده، مش هو قد كده في اللي احنا عاوزينه. يعني قربوا قوي من الحاجات اللي هي قليله وعندها قيمه عاليه جدا، اللي هي دي اللي احنا بنتكلم عليها دي. ده الروزماري اللي هو اكليل الجبل، كان جاي حلو فريش بصراحة، بس نشف خلاص، حتى هو ناشف كده مفيد برضو، بناخد منه شوية نحطه على اي ساندويتش، بس لازم يعني نفركه او نطحنه طحنة خفيفة، لان ورقه شوية بيكون هارد، غير ال يعني غير ال غير الزعتر، الزعتر مش مشكلة يعني خلاص كده اتقطع وممكن يتحط ويتهضم حلو قوي. فكل الحاجات البسيطة دي بتحول لنا الأكل ذو قيمة عالية جدا جدا. طبعا قبل أي حاجة بنتوكل على الله، واللي موجود ده هو اللي فيه الخير والبركة والصحة علينا كلنا إن شاء الله. يا رب تكونوا استفدتم الفيديو، وأشوفكم فيديو تاني، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.